سجلتهم على اول انسحوا بقى. السجون واحد مش من غير تعرف محمد يوم الثلاث قدمنا طلب لمصلحه السجون، ارفقنا فيه الحاله الصحيه والوضع الصحي بالكامل. مصلحه السجون قالت تابع مع النائب العام، النائب العام وصل له تقرير 2 من المصلحه يوم الخميس عن حاله الرئيس مبارك. التقرير الاولاني تقرير فني للمستشفى لا تناسب حالته، التقرير الثاني يجب نقله فوري. النائب العام بناء على كده اصدر جواب يوم الخميس موجه لمصلحه السجون ووزير الداخليه كالتالي: قال لمانع وزير الداخليه ومصلحه السجون اتخاذ اللازم وفق القانون وعلى ضوء تقرير الطب المرفق، تقرير الطب اللي بيقول يجب نقله فورا. اتوجه المندوب لوزاره الداخليه يوم الخميس الساعه 6، وصل الجواب، استلم ضابط هناك وقال لك تابعونا خلال ساعات هيتم نقله. امبارح توجهنا الوزاره قال لك تم نقل الموضوع بالكامل لمصلحه السجون، والليله كلها ما مصلحه السجون مش ماشيين غير لما ناخد قرار. النائب العام ملوش اي دور، دوره انتهى. الموضوع بالكامل وفق المادة 37 من لائحة مصلحة السجون خاص بمصلحة السجون، غير كده هما كدابين. ايه؟ مادة 37 من لائحة مصلحة السجون. 37 من قانون. تنص على ايه؟ تنص على مصلحة السجون اتخاذ لازم تجاه أي مريض بيمرض عندها، إنها تنقله لأي مستشفى أو أي على حسب حالته الصحية، وحتى إنها تفرج عنه في فراغ صحي. مصلحة السجون. تقرير الأطباء.